السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين قناة كومبيومي تعليمية. اليوم رجعنا لكم تاني، بس هيكون معانا تطبيقات الـ AI. طبعا أكيد كلنا تعرفنا على تطبيقات الـ AI وسمعنا عنها في الفترة الأخيرة. اليوم إن شاء الله هتعامل معاكم، هعرفكم على طريقة إنشاء فيديو كامل بخطواته بالكامل، إزاي أنا من أول ما هنشئ الشخصية، إزاي أنا ركبت الشخصية و رسمتها تقريبا، وبعدين هنركب لها الصوت وهنشوف ازاي هشتغل عليها واخليها تتحرك بحاجات الريزوليوشن فيها عالي، وكمان هتكون بدون اي تكاليف وبدون اي اشتراكات. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف الخطوات مع بعض. اول موقع هنتعرف عليه هو موقع ليوناردو اي اي، وحط لكم الرابط في صندوق الوصف. هو موقع لإنشاء الشخصيات، أو إزاي أنا أعمل كرييت لشخصية، سواء الصورة موجودة عندي وأنا حابة أحط عليها الإفكت، أو إن الصورة هتكون من خيالي، من وحي خيالي أنا هرسم له صورة عن طريق الكتابة، أو زي ما ممكن إن إحنا نعمل كمان يكون عندي شخصية معروفة أو شخصية علمية أنا ممكن أوظفها عندي في درس مثلا، في أي عالم أو أي شيء، وأنا حابة أكتب الشخصية دي أو الصور الموجودة لي على الإنترنت قديمة، فأنا حابة أكتب مواصفات للشخصية دي بصورة حديثة وأخليها تتكلم معي. طيب خلينا نشوف الأول إزاي أنا هدخل على موقع ليوناردو. اسمه موقع ليوناردو AI. طريقة التسجيل فيه سهلة، هندخل سواء بأكاونت جوجل أو بمايكروسوفت لو عندي أكاونت مايكروسوفت، أو لو هدخل بإيميل آخر. أنا كنت أنشأت حساب فيه فهدخل بأكاونت الجوجل. ابتدى فتح معايا موقع ليوناردو. زي ما احنا شايفين هو فيه تمبلت جاهزة. هو الموقع طبعا فيه النسخة المجانية وفيه النسخة الفري. طبعا النسخة المجانية بيديني، شايفين هنا بيديني كوين كل يوم 150 كوين. طبعا ال 150 كوين، وهوريكم ازاي انا هقدر اتعامل مع ال 150 كوين دي. 150 كوين دي يعني تقدر تديني اكتر من صورة في اليوم، يعني صور، عدد صور كبير في اليوم ممكن استخدمها، مش هحتاج ان انا اعمل له ابجريد. تمام. طبعا لو في حد حابب يعمل ابجريد بيدخل طبعا على الابجريد ويعمل له ويمشي خطوات الابجريد بتاعته ويشوف البلانز او الخطط الموجوده فيه. بس احنا بالنسبه لنا ال 150 تعتبر كافيه ووافيه، وبتتجدد كل يوم، بيجدد لي بيديني 150 كوين جديده. هنشوف ازاي هنستخدمها. دي الواجهه الاساسيه للموقع. طبعا دي مديني تمبلت جاهزه، انا ببتدي اشوف مثلا عندي ليوناردو ديفيوجن، وعندي اكثر من شكل، انا ببتدي اشوف المواصفات وبعدين ببتدي اقلب من هنا كده. دي كلها صور او زي تصميم كده، تمبلت بيوريني شكل التصميم او الوانه هيكون ازاي، وانا اختار، ممكن اختار ال 3 دي انيميت ستايل، بضغط عليه وهوريكم ازاي نشتغل عليه. بس عندي هنا تحت دي حاجات ناس صمموها من القوالب الجاهزة. طبعا هو الموقع ده يفرق عن ميدجورني. ميدجورني مفيش التمبلت جاهز، انا اللي ببتدي اكتب كل حاجه بايدي. هنا بيديني مجموعه من التصاميم او البرومبت، انا لو دخلت على اي صوره فيهم اقدر اضغط عليها كده واشوف البرومبت اللي مكتوب عنها او الوصف اللي انا مكتوب عنده، اللي انا البرومبت ديتيل انا ممكن كمان انسخه واستخدمه عندي، او ممكن استخدم ايه الموديل ده. انا ممكن ايه اقول له انا عايزه استخدم الموديل ده في التصميم بتاعي. دي كلها صور ناس انشاتها. طيب انا خليني اروح نبتدي من البدايه. انا هبتدي اشوف اي موديل انا حابه اشتغل بيه. خلينا ناخد ال 3 دي خلاص، وهضغط عليه كده. طيب هنا بيقول لي طبعا اداني تحت كمان صور تانيه لناس استخدموها بالموديل ده، فانا هقول له generate with this model. هبتدي اضغط عليه كده هيفتح لي الموقع بالشكل ده. طيب انا عايزه ابتدي اصمم المنطقه اللي هكتب فيها الوصف، هتكون فوق هنا المنطقه دي، هنا هبتدي اكتب الوصف الخاص بالصوره. اوكي. طيب هنا بيديني number of images، انا عايزه في المره الواحده مع كل سيرش يطلع لي كم صوره. شايفين هنا دي الجنريت، لما بضغط على الجنريت دي الكوين اللي انا هبتدي استخدمها. اوكي. طيب كل كوين انا بستخدمها من هنا بتخصم من الكوينز الموجوده عندي. يعني شوفوا لو زدت انا عدد الصور، اوكي، لو عملت اي
زدت من اي من المواصفات اللي عندي هنا بيزيد عدد الايه الكوين اللي بستخدمها. دي طبعا حاجات كنا انشأناها قبل كده. خلينا نشوف، انا هبتدي اروح فوق وهبتدي اكتب الديسكريبشن الخاص بي. طيب قبل ما اكتب ديسكريبشن خليني اوريكم برضو، لو انا حابه اغير فيه من هنا، عايزه ادخل على موديل تاني او ستايل تاني، بفتح كده وبيطلع لي كل الموديل الموجوده. طبعا دي مش كلها اللي شفناها بره، لو اخترت سيلكت اذر موديل هيفتح لي، هيرجعني على القائمه التانيه عشان اختار موديل غير. تمام. طيب احنا خلينا على الموديل اللي احنا اخترناه اللي هو ال 3 دي انيميشن ستايل. طيب انا عايزه اكتب الوصف. طيب ازاي هكتب الوصف انا بالانجليزي؟ فخليني هنفتح تاب اللي هو ترانسليت. انا دخلت هنا على الجوجل ترانسليت، هبتدي اكتب اي وصف انا حباه، هكتبه باللغه العربيه. ممكن اكتب طفله عندها مثلا 8 سنوات تلعب في الغابه مع الاسد مثلا. اي حاجه انا بكتبها، ممكن اكتب اي تفاصيل انا حباها، يعني كل التفاصيل. ممكن اختار مثلا ترتدي فستان احمر مثلا. خلاص طبعا ده بيساعدني على توليد القصص، ان انا اقدر اعمل قصص واستخدمها في حصصي الدراسيه. خلاص انا اعمل كوبي للكلام واروح على موقع ليوناردو وابتدي اعمل لصق للوصف اللي انا كتبته. كل ما ازيد في الوصف كل ما هيقرب له الفكره اللي هيبتدي يعمل لي جنريت عليها. هبتدي اضغط على جنريت. طبعا احنا مختارين صوره واحده فانشأ لي صوره واحده. تمام، اهي نفس الوصف اللي انا البنت ولابسه فستان احمر وايه في الحديقه مع الاسد. لو عملت اخترت تاني هيبتدي يعمل لي كمان صورة على نفس الوصف. حابة أزيد أي شيء، ممكن إنها بتمسك ماسكة حلوة في إيديها أو أي شيء. كل ما بزيد في الوصف كل ما بيديني تفاصيل في الصورة أكتر، وبتقرب له الصورة اللي في خيالي أنا اللي حابة إنها تكون موجودة. طبعا زي ما بنشوف أنا ممكن أضغط على الصورة كده، وبعد ما أخلصها أبتدي أعمل داونلود إيمج، وبتنزل الصورة عندي والريزوليوشن بتاعها زي ما احنا شايفين عالي وجميل جدا، فأنا بكده أكون نزلت الصورة. طيب لو حابة مثلا أحط عالم من العلماء ممكن أكتب، خلينا نشوف، هدخل على ترانسليت مرة تانية. ممكن هنا نقول له العالم أينشتاين يقف في المعمل مثلا او المختبر. اوكي، وهقول له هاخد اعمل كوبي كمان واروح مره تانية هنا احط الصوره، احط النص اللي انا عايزاه وادي له برضو انا عايزه صوره واحده واعمل جنريت. خلينا نجرب لو صورتين واعمل جنريت. بس عايزه اقول لكم على حاجه، في بعض الكلمات اللي انا بستخدمها لو انا حابه، عشان يعني يفضل، يعني أنا عايزة الصورة تكون مباشرة، أن الوجه يكون أمامي مباشرة عشان أقدر أركب عليه الصوت. ففي بعض الكلمات الدليلية كده ممكن تحطوها في الديسكريبشن، زي مثلا إيه، أن أنا أكتب له إيه أن الصورة مثلا stand in front of the camera، أن هو يبقى واقف stand in front of the camera يعني باصص للكاميرا. أو ممكن أكتب zoom face، أو ممكن أكتب كلمة portrait. كل الكلمات دي مثلا نكتب له stand in front of camera عشان انا عايزه الشخصيه هتتكلم بعد كده. لكن لو انا عايزه صوره عاديه مش فارق معايا ان الصوره يكون اتجاه الوجه بتاعه في اي اتجاه. فانا كده اهي هعمل مثلا بيبتدي هو يولد الصور. شايفين وجهه جاي مباشرة للكاميرا، ان انا اقدر بعد كده هو واقف في المختبر في اللاب بتاعه
وايه وشه، انا اقدر بعد كده اركب عليه اي الدنيا، عشان انا اخترت هنا تو ايمج نمبر اوف ايمج، فطلع لي صورتين، وانا اقدر بعد كده ايه انا احملهم الصوره اللي تعجبني، اعمل لها داونلود واحفظها على الجهاز وابتدي استخدمها مره اخرى. طيب انا هنا عندي عايزه اعمل عندي صوره وحابه اني اعدل على الشكل بتاعها، ممكن يكون مثلا عايزه العالم ابن تيميه، عندي صوره تكون طبعا شايفين الصور اللي موجوده على الانترنت كلها صور قديمه، فانا لو حابه اخد الصوره واعدل عليها تكون صوره 3D استخدمها في حصتي او استخدمها في اي مكان، فانا ببتدي اعمل ايه، هروح على طبعا دي متضافه جديد، كان الاول بنعمل رفع الصوره من هنا، فانا هروح على الايمج جايدنس وابتدي اقول له ابلود ايمج، واروح اختار ابن تيميه عندي كده خلاص. طيب وهنا ببتدي اكتب الوصف، طبعا انا الوصف جايباه برضو كتبته على الترانسليت وكتبته هنا، طبعا كل قلنا ما بزيد الوصف بيبتدي الصوره تكون اقرب للفكره بتاعتي، ببتدي اقول له ايه جنريت، طبعا انا مختاره الموديل اللي حابه تكون، مختاره ال 3 دي انيميشن ستايل، واقول له ايه جنريت. شايفين ظهر عندي هنا في الجنريشن هيستوري رقم واحد، يعني ابتدى يعمل لي ايه كرييت للصوره هنا، طبعا هو اخذ الصوره دي وعملها عشان احنا قايلين له 3 دي انيميشن، فهي عملها صوره طفوليه شويه، احنا يعني ممكن نبتدي نغير في نختار ستايل غير، فهيبتدي ياخد الصوره على الاساس الستايل اللي انا اخترته، طبعا دي تكون اقرب للاطفال، واخد الصوره وابتدى يلعب فيها شويه وطلعت معاه بالشكل ده، ما عجبتنيش او عجبتني، لو عجبتني بعمل لها داونلودنج الايمج، او ممكن ابتدي اغير في الوصف شويه وابتدي اختار كمان ممكن ابدل في الموديل اللي عندي. وبكده شفنا ازاي انا اعمل جنريشن للصور سواء من مخيلتي او باستخدام صوره تكون عندي وانا حابه اعدل عليها. وبكده نكون انتهينا من اول خطوه اللي هو موقع ليوناردو، وعرفت ازاي انا اعمل جنريشن للايمج سواء صوره من مخيلتي انا، يعني انا اللي خلقت الصوره، انا اللي فكرت في الفكره، او الصوره عندي وانا قمت بايه برفعها على الموقع وابتديت احط عليها، غيرت في الموديل وغيرت ايه في الستايل بتاع الصوره وخليتها صوره حديثه شويه عشان اقدر استخدمها. يبقى عندي الطريقتين ممكن استخدمهم. تابعوا معايا الجزء الثاني، هنشوف ازاي انا اقدر بقى اضيف الصوت على الصوره ونخلي الصوره تقدر تتكلم معانا في باستخدام مواقع، طبعا هتكون سهله وبسيطه كمان وغير مكلفه ان شاء الله. شوفوا معايا الجزء الثاني.